على بعد ساعات من التئام الطاقم التنفيذي في مراسم أداء القسم، يعلن الاتحاد الأفريقي إنهاء تعليق عضوية السودان مع تعهدات بدعم جهود البلاد في الإعمار واستقطاب الدعم الدولي. قرار استعادة الخرطوم أنشطتها في المحفل القاري يجيء عرفانا بحراك الشعب وتتويجا لسلسلة نضالاته الممتدة لعقود المسترسلة منذ خواتيم ثمانينيات القرن الماضي، مرورا بحراك سبتمبر وديسمبر وأبريل، وصولا إلى ذروته في 30 من يونيو، قطرة الماء التي أفاضت الكأس والهبة التي أعادت الزخم إلى الشارع. يونيو نفسه كان قد لوح خلاله مجلس الأمن والسلم الأفريقي بالعصا في وجه حكام البلاد طمعا في خفوت سياسات التنكيل، وتذكيرا بأن محاولات تخليد الوضع القائم لا يكتب لها الفلاح، محاولات على الرغم من حدتها إلا أنها لم تثني عزم الشارع ولم تثني مضيه في دربه الذي اختطه مسار التصعيد باسم الحاضر والمستقبل. إذن تجنبا لعواقب التدحرج نحو المواجهات المفتوحة، هو أيضا مسار تأكيد المؤكد أن الغلبة للمسحوقين كلات المواني الغبش التعاني، والمجد لربات البيوت للكنداكات والزغاريت التفج سكون المكان، مسنودة بصفقة وهتاف يا طرصاص ما عقبوا خلاص. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إذن في هذه الحلقة الجديدة من دائرة الحدث التي نسعد جدا بمتابعتكم لنا من خلالها على الهواء مباشرة، كما نسعد أيضا بمتابعتكم لنا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة. أهلا ومرحبا بكم، أرحب أيضا بضيوفي الكرام داخل الاستوديو. عن يميني الباشمهندس صديق يوسف، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. باشمهندس صديق، مرحبا بك في برنامج دائرة الحدث لأول مرة، أهلا بك. شكرا جزيلا على استضافتنا. أهلا بك باشمهندس صديق. نرحب أيضا بسعادة السفير دكتور محمد الضيعلي إبراهيم، مدير إدارة الاتحاد الأفريقي بوزارة الخارجية. مرحبا بك سعادة السفير. مرحبا، أنا وزير مفوض محمد الضيعلي إبراهيم. نعم، نرحب بك. نرحب بك. أبدأ معك مباشرة دكتور محمد الضي. قرار مهم من المجلس، مجلس الأمن والسلم الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بعد يوم من إعلان تشكيل الحكومة المدنية الجديدة، بإنهاء تعليق عضوية السودان ورفع تجميد أنشطته في الاتحاد الأفريقي. ما الذي يعنيه هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، وما هي الفائدة التي يمكن أن تجنيها الحكومة المدنية في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحيي المشاهدين الكرام وأحيي هذه القناة الفتية، وأحيي ضيفك الكريم أستاذي وعمنا صديق يوسف، وأحيي الثورة بشهدائها الذين نسأل الله أن نتقبلهم، ونحيي الجرحى الذين نسأل الله لهم عاجل الشفاء، وأحيي كذلك كل السودانيين الذين هبوا لنصرة الوطن، هبوا لنصرة هذه الثورة وهبوا لنصرة وطنهم، ونسأل الله أن تكون هذه الثورة خيرا وبركة وسلاما وحرية وسلام وعدالة على كل الوطن. عودا على بدء إلى سؤالك الكريم، أرجو أن أؤكد على أنه هذا القرار يعد تاريخيا بمعنى الكلمة، لأن الاتحاد الأفريقي هو رأس رمح الدبلوماسية السودانية مع الخارج، إذ أن الدبلوماسية السودانية لا يمكن لها أن تتواصل مع العالم الخارجي، ولا يمكن لها أن ترتقي إلى سلم العالمية دون أن تتواصل مع الاتحاد الأفريقي. عزلتنا وقرار الاتحاد الأفريقي جاء بعد حراك كما تعلم يعني في داخل الوطن. لحسن الحظ أن هذه العزلة لم تدم طويلا، وأرجو أن أؤكد على أنه هذا القرار مهم جدا للدبلوماسية السودانية، لأنه يفتح آفاق التواصل مع العالم الخارجي، يفتح آفاق التواصل مع المنظمات الدولية، يفتح أيضا آفاق التواصل مع كل العالم، لأننا نحتاج فعلا في هذه الفترة الحالية، في الفترة الانتقالية هذه، نحتاج إلى أن نؤثر على العالم وأن يتأثر العالم بما يجري في السودان. قرار الاتحاد الأفريقي سيتيح للسودان العديد من المنافع
والفوائد والمكاسب التي لا يمكن إحصاؤها في هذه اللحظة. منها على سبيل المثال أنه يفتح نافذة مع التعاون مع الأمم المتحدة، مع المنظمات الإقليمية والدولية، مع منظمات التمويل الدولي، مع البنك الدولي، مع صندوق النقد الدولي، مع منظمات التمويل المختلفة الإقليمية والدولية. على سبيل المثال بنك التنمية الأفريقي، بنك التنمية والتعاون، بنك التنمية الإسلامي، عديد من البنوك. نحن الآن نحتاج في هذه اللحظة إلى أن نستفيد من التمويل الضخم لإجراء برنامج إسعافي عاجل يعين هذه البلاد ويخرجها من هذه الوهدة وهذه الأزمة التي استمرت طويلا طويلا. الشعب السوداني يحتاج الآن إلى أن يأخذ نفس قليل من الراحة وقليل من الإطمئنان. وعلينا نحن كدبلوماسيين وعلى الحكومة أن تأخذ وسبة وخطوة قوية جدا جدا لإعانة هذا الشعب. باشمهندس صديق، نرحب بك مرة أخرى. في ذات السياق، يعني قرار استئناف عودة السودان للاتحاد الأفريقي، دكتور محمد أو أستاذ محمد وصف هذا القرار بأنه قرار جيد من ناحية دبلوماسية، ولكن الاتحاد الأفريقي أو الأفارقة كان لهم سهم كبير ربما حتى في إنجاح الحراك في السودان في مراحله المتقدمة، وصولا للمحطة الحالية، مبادرة أفريقية، وساطة أفريقية، تعليق للعضوية، وأيضا تلويح في وقت الشدة، تلويح بالعقوبات، وهو أمر أثر ربما بشكل إيجابي في مسار الثورة في مرحلتها الحالية. ما الذي يمكن أن يفعله السودان إذا انفتاحه على المحيط الأفريقي على غير ما كان في السابق؟ حقيقة طبعا يعني قرار تجميد عضوية السودان للاتحاد الأفريقي كان بيؤدي لعزلة السودان، ويمكن كان الخطوة البعادة حسب القرار 854، جلسة 854 بتاريخ 6 يونيو الماضي، في الفقرة الأخيرة منه أنه تتطبق العقوبات أوتوماتيكلي بدون رجوع إذا لم تتحول إلى دولة مدنية، إذا لم ينتهي. وطبعا ده جاي من أنه الاتحاد الأفريقي يعتبر ما حدث في 11 أبريل هو انقلاب عسكري، وقراره اتخذ على هذا القرار على هذا المنحى، وده تفسير سليم كان للاتحاد الأفريقي أنه ما حدث في السودان هو انقلاب عسكري، والميثاق بتاع الدول الأفريقية لا يسمح بدولة تأتي عن طريق انقلاب عسكري. وكان سيؤدي إذا استمر المجلس العسكري في إصراره على عدم الخضوع لرغبة الشعب لتوقيع مع تسليم السلطة للسلطة المدنية، كان سيترتب على ذلك يمكن حاجة أبعد من كده، كان يؤدي يمكن إلى عزلة من المجتمع الدولي بتجميد عضوية السودان في الأمم المتحدة، وكان ده متوقع. فعشان كده أنا أفتكر أنه لا يمكن لبلد، العالم ده كله مترابط، اقتصاده مترابط مع بعض، علاقاته مترابطة مع بعض، فلا يمكن تعيش في عزلة عن كل العالم. وأنا أفتكر أنه إلغاء هذا القرار بعد تسليم السلطة للسلطة المدنية فيه مصلحة كبيرة للشعب السوداني وفيه تقدم له. أنا الأخ طبعا محمد راجل ضليع في هذا الموضوع، ووضح المكاسب لعضوية السودان في منظمة زي منظمة الوحدة الأفريقية وعضويتنا في الأمم المتحدة وعضويتنا، نحن عندنا عضوية ثانية في الجامعة العربية. طيب، يعني ثلاثة منظمات اللي نحن أعضاء فيها. طيب، أعود إليك مرة أخرى سعادة السفير. يعني الاتحاد الأفريقي أكد التزامه بدعم جهود السودان أيضا في الإعمار والجهود الرامية لاستقطاب الدعم الدولي. هل نتوقع دعما كبيرا يعني يوازي الهاجس الذي كان يتحدث به أو الذي لا يزال يتحدث به دكتور حمدوك رئيس الوزراء، الذي تحدث عن حاجة البلاد لثمانية مليارات دولار للعبور من هذا النفق الاقتصادي المظلم ربما، هل يمكن أن يحدث هذا؟ طبعا لحسن الحظ أنا أعتقد أنه رئيس مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فكي يكاد ينظر إلى السودان بعين المواطن السوداني، لأنه يعني تربى ومكث يعني سنين عددة في هذا البلد الكريم وشرب من ماء النيل، ولحسن الحظ هو متأثر جدا بهذه الفترة التي قضاها في السودان.
فأعتقد أنه يعني يسعى موسى فكي والمفوضيه الاتحاد الافريقي بكل همه ان يستقطبوا اكبر كميه من التمويل للسودان بحيث انه هذا الامر يساعد في تثبيت الانتقال السلمي للسلطه، ويساعد في تثبيت واستقرار النظام الديمقراطي، يساعد في انتقال البلد من هواجس الازمات المتعدده المتراكمه المتلاحقه التي لا تضع يعني لا يكاد الشعب السوداني يأخذ نفسه حتى تأتي أزمة أخرى بعدها. الاتحاد الأفريقي فهمه الأساسي يريد أن ينقل السودان من مسألة النزاعات والصراعات والبؤر النزاع المتوتر في الأطراف وفي الهوامش إلى دولة مستقرة آمنة فيها تنمية مستدامة، فيها سلام مستدام، فيها أمن. هذا الأمر يحتاج كما ذكرت أخي راشد يحتاج إلى تمويل، ويحتاج إلى مساعدة الحكومة الانتقالية بقيادة دولة رئيس الوزراء حمدوك. لكن التمويل كما تعلم يحتاج إلى جهد كبير، ويحتاج إلى أنه يعني نطلق حملة قوية جدا جدا دبلوماسية تقوم على يعني تشذيب الصورة السودانية المشوهة التي عاشت في الفترات الطويلة. يعني نحتاج إلى أن نضيء، نعكس الوجه السوداني المضيء من السلام من العدالة، وجه السوداني المتسامح الذي يعني أصابه كثير وكثير. وللأمانة المنظمات الإقليمية يعني متشجعة ومتحمسة جدا لدعم هذا الوضع. كما تعلم اليوم الأمم المتحدة ومنظماتها ونظامها المختلف عقد مؤتمر أو جلسة في الخرطوم تنسق كيفية الدعم للحكومة الانتقالية، وهذا يأتي لأول مرة. أنا لأول مرة بعد فترة طويلة جدا الأمم المتحدة تسخر كل آلياتها كل منظماتها كيف لتنظر كيف أنه تدعم هذا الوضع الحالي. الاتحاد الأفريقي يفكر بشكل جاد بعقد مؤتمر دولي للمانحين. هذا المؤتمر الدولي للمانحين مهمته الأساسية استقطاب دعومات من المنظمات الدولية ومن الأمم المتحدة ومن الدول بحيث أنه يكون ذلك مدعاة لاستقرار النظام الديمقراطي في السودان. أنا أعتقد أنه بإمكاننا أنه نستقطب دعم كبير، لكن أنا أرجو أن نعول فقط على الدعم الخارجي كما قال رئيس الوزراء. يجب علينا أن نعول أيضا على الكفاحنا الداخلي وعلى المسيرة الداخلية في أنه نستفيد من موارد هذه البلد ونوظفها وتكون خير وبركة على هذه البلاد. لكن أتوقع حسب ما يجري من ترتيبات بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد هايسوم أكد على أنه الأمين العام سيرعى مؤتمر دولي للمانحين. هذا المؤتمر يستقطب أموال ضخمة وكبيرة للبلاد، وأرجو أن تكون هذه الأموال على قدر التحدي، لأنه بطبيعة الحال كما كان المجتمع الدولي يرجو من السودان الاستقرار والسلام، الآن جاء دور المجتمع الدولي، جاء دور المجتمع الدولي ليساعد في تثبيت أركان السلام والاستقرار. دعني أقول هذه النقطة للباشمهندس الصديق. باشمهندس، يعني السودان كان موعود أيضا في الماضي بمؤتمر ربما مؤتمر دولي للمانحين بعد نفاشة، ولازلنا نذكر حديث هيلدا جونسون في هذا الصدد. يعني هناك تخوف دائم أن يتكرر ما حدث في نفاشة، أو أن مسألة الدعم الدولي هي مسألة مرهونة ربما بمزاجية سياسية أو بتقاطعات ربما لم يقع عليها السودان حتى الآن، أو أهداف قائمة أهداف متحركة. ما الذي يجعلنا نثق في هذا الأمر؟ حقيقة طبعا السودان عنده مديونية، ولأنه ما قادر يسدد حتى الأرباح، الآن بلغت المديونية 56 مليار دولار. نحن مديونين ب 6 مليار دولار، 56 مليار، وده مبلغ كبير جدا، وأغلبه هي أرباح بتاعت القرض مش القروض، مش المبلغ ذاته. لم نتلقى هذا المبلغ، دي أرباح، لأن الحكومة كانت بتسدد، والنتيجة للسياسات الخاضعة بتاعت الاقتصادية بتاعت النظام السابق. الآن على الأقل عمر البشير كان بيتكلم أنه بيصرف 4 مليون دولار للحرب يوميا. طيب ما نحن حسنا هنوقف الحرب،
هنوقف الصرف على الحرب ونكون إقرار السلام. الليلة كان في اجتماع الأول مرة لمفوضية السلام معقد الاجتماع الأول، ونتمنى أنها تتوصل مع حاملي السلاح عشان نوقف ده، وده حيوفر مبالغ كبيرة جدا. المستورد بها الأسلحة، المستورد بها كده، ده كلها مبالغ ممكن تعدي. الشيء الآخر زي ما قال الأخ السفير، فأنه نحن عايزين نستقطب الدعم حقنا، الدعم بتاع المجتمع السوداني، لأنه ممكن نمشي في مشاريع بتاع سندات، وخاصة السودانيين عندنا أكثر ما يقارب 4 مليون سوداني في برا السودان، فدل ممكن نستقطب منهم الدعم بأنه تتعامل مساندات للدولة، ودي ممكن أنا أعرف أفكر لنا صندوق بمقترحات يعني ممكن تؤدي لجلب أموال قريبة ليدي. صحيح. القضية الأخرى الإصلاح الاقتصادي، وده الأساس. نحن كنا بنصدر زيت الطعام، زيت الفول، كان في مصنع معصارتين في بور السودان بتاعت الشيخ مصطفى اللمين وبتاعت ناس كمال إبراهيم أحمد، كان فيهم بايبلاين من المعاصر للميناء، وبتجي بواخر تانكرز بيشيل زيت الطعام، زيت الفول، لأنه الحرب دمرت مناطق زراعة الفول. العصارتين حتى وقفاتوا فين الغربان، تمشي بور السودان تلقى الغربان مع شاشات. لابد من إعادة صادرات الوطن. وقف الحرب حيؤدي لانتعاش العمل في الزراعة. صحيح. الناس اللي قاعدين، ناس دارفور اللي شردوا، ناس كردفان، ناس كده الحربوا مواقعهم نتيجة للحرب، وساكنين في أحزمة بتاعت المدن، ومنهم من خرج خارج السودان، رجوعهم إلى مواقعهم الطبيعية لاستثمار استزراع الأراضي السودانية ممكن تؤدي تزيد من دخل السودان. السودان غني جدا بمصادره الزراعية، مصادر الثروة الحيوانية، ومصادر في ما في موجود في باطن الأرض من مينرالز مختلفة، معادن مختلفة، سواء ذهب، سواء يورانيوم، سواء بترول، سواء حديد. نحن أغنياء بمواردنا الطبيعية، حسن استغلال هذه الموارد حيحل كل المشاكل الاقتصادية بتاعت البلد. ونحن حقيقة يعني بلد زي هولندا كلها أصغر من العاصمة مثلثة، بنشتري من لبن فورمس من السوق. طيب فنحن عندنا أكثر من 200 مليون من القطيع بتاعنا بتاع الثروة الحيوانية، حسيت رطل اللبن بيكا ب20 جنيه، ممكن. فده نتيجة للسياسات الخاطئة، أنه أنت لازم تعمل زراعة، الزراعة المختلطة للحيوان والإنسان، عشان البقرة بدل ما تعوم تصل الجنوب عشان تأكل وتشرب، ممكن تزرع عليها في الوطة، توفر لها المياه، وتكون قاعدة موجودة ومستقرة ما مرهقة، إنتاجها حيزيد سواء كان الألبان أو الإنتاج بتاع حجمها اللحوم. سياسات اقتصادية تنمي الاقتصاد بتاعنا الزراعي والصناعي هو الأساس لتطور السودان. وحمدوك من أول حاجات اللي قالها، قال نحن ما عايزين نصدر مواد خام، وده الأساس، أنك لازم تصنيع الموارد بتاعتك الطبيعية، تصنيع الزراعي، تصنيع الصناعي، تصنيع الثروة الحيوانية، ودي المصادر بتاعت الدخل للدولة. وإذا استحسننا نظام اقتصادي سليم، نراجع كل الدمار اللي حصل لاقتصادنا السابق، ممكن بسهولة جدا، يمكن في السنة الأولانية بتاعنا نحتاج نتدين، لكن اللي قدام حنكون نحن عندنا فائض بتاع الدخل. جميل. طيب في محور آخر سعادة السفير، يعني أعلنت وزارة الخارجية أن القنصلية السودانية في مدينة بيراو في جمهورية أفريقيا الوسطى تسعى لإجلاء السودانيين من تلك المدينة إلى العاصمة بانجي بطائرات الأمم المتحدة. أولا نريد أن نعلم ما الذي حدث هناك، ونريد أن نطمئن أيضا على أوضاع السودانيين في أفريقيا الوسطى. طبعا كما تعلم أنه في أفريقيا الوسطى في نزاع قديم بين مجموعات إثنية ومجموعات عرقية، هذا النزاع استمر طويل في أفريقيا الوسطى، وحاول السودان من خلال النظام السابق أن تدخل يعني سلميا وإيجابيا في استقرار الأوضاع، لأنه تأثير الأوضاع السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية يؤثر سلبا أو إيجابا على السودان، وبالتالي نحن
في وزارة الخارجية نهتم جدا جدا بدول الجوار. وللأمانة قد تكون دول الجوار من أهم الاهتمامات التي تؤكد عليها وزارة الخارجية في العمل الدبلوماسي، لأنها تؤثر تأثير مباشر وحيوي وتأثير يكاد يكون يعني ملموس على كل الأراضي السودانية، سواء كان سلبا أو إيجابا. يأتي في هذا الإطار موضوع أفريقيا الوسطى، وللأسف الوضع في أفريقيا الوسطى يعني استقر لفترة طويلة لكن يتدهور فجأة، لأنه موضوع السلطة لم يحسم بشكل حاسب، تداول السلطة لم يحسم بشكل حاسب، وبالتالي ظلت هذه المجموعات تحاول أن يعني أن تستأثر بالسلطة بشكل عن طريق السلاح، وهذا ما يجلب في كثير من الأحيان عنف متبادل وعنف مستمر ودورة جهنمية من العنف المتبادل. وزارة الخارجية في كثير من الأحيان تحاول أن تستخدم يعني كل الدعومات والموارد للاهتمام بالمواطن السوداني والمحافظة عليه وإجلاؤه من المناطق التي تمر بمثل هذه النزاعات. من أفريقيا الوسطى للأمانة يعني وضع فيها يعني ربما يتدهور، وبالتالي تركز وزارة الخارجية على إيلاء المواطنين وحمايتهم، وهذا يؤكد على برضو اهتمام وزارة الخارجية وحكومة السودان عموما بالمواطن السوداني كغيمة أصيلة في العمل الدبلوماسي. وبالتالي أنا أؤكد لك أنه وزارة الخارجية الإدارة المختصة، أنا لست جزء من هذه الإدارة لكن أنا متأكد أنه الإدارة المختصة ووزارة الخارجية وحكومة السودان بالذات في الوضع الجديد الذي يعتبر المواطن فيه مركز الغرار، هذا الوضع الديمقراطي الانتقالي الآن نحن يعني الوزارة تهتم بإجلاء المواطنين. أين وصلت مجهودات الإجلاء؟ يعني سمعنا في وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إجلاء المواطنين. نعم نعم من نعم ما زالت تم حجم الجالية أيضا. نعم نعم ما زالت العملية مستمرة وما زال الوضع يعني بالتأكيد لم يجلى كل المواطنين، لكن ما زالت العملية مستمرة، وأنا متأكد أنه وزارة الخارجية حريصة جدا جدا على حياة ودم وقطرة ونفس أي مواطن سوداني موجود في أفريقيا الوسطى. هل كل المواطنين السودانيين بالتأكيد ليس كلهم، لكن أنا متأكد أنه معظمهم يعني سيتم إجلاؤهم. لا يعني نقصد هل هنالك إصابات وسط السودانيين لا سمح الله جراء هذه النزاعات؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد حتى الآن لا أعتقد ذلك. حجم الجالية، طيب حجم الجالية السودانية في أفريقيا الوسطى بالتأكيد في تدخل غربي كبير جدا جدا، بالذات من منطقة دافوق مع أفريقيا الوسطى، في تداخل كبير بين أفريقيا الوسطى والسودان، بين أفريقيا الوسطى وتشاد. هذه القبائل من الصعوبة بمكان التحكم فيها، لأن هذه المناطق الحدودية هي مناطق تواصل، حتى ممكن نسميه تواصل دبلوماسي وهو تواصل غبلي، والحدود تكاد تكون فيها ميوعة أمنية كبيرة جدا جدا، وبالتالي من الصعوبة بمكان أنه نتحكم في كمية وأعداد المواطنين السودانيين. عادي جدا مواطنين من دافور من مناطق دافور ممكن يدخلوا أفريقيا الوسطى، وعادي جدا المواطنين من أفريقيا الوسطى ممكن يدخلوا إلى السودان، وبالتالي التواصل ده سببه يعني طويل وتاريخي يعني. فللأمانة عدم عدد الإحصاء بدقة يكاد يكون صعب جدا في هذه المواقف. طيب باشمهندس صديق، هذه المناطق أو هذه الدول هي دول ذات نفوذ دولي وإقليمي واسع جدا، أيضا هي دول تعتبر ساحة لتقاطعات دولية، روسيا فرنسا عدد من الدول يتقاطعون في هذه الدول لأغراض ربما سياسية وربما بعض منها اقتصادي أيضا. السودان بعد نجاح هذه الثورة كيف يمكنه أن يبني حكومة مدنية مستقرة، حلم سودان جديد أيضا في هذا الوسط المليء بالتقاطعات والمليء بالأسلاك الشائكة؟ حقيقة طبعا نحن نتمنى أنه السياسة الخارجية بتاعتنا تكون مبنية على أساس المصلحة المتبادلة بيننا وبين الدول الأخرى. تمام، في تشوهات كبيرة جدا في علاقاتنا الدولية، ونحن عايزين ننأى بالسودان عن الصراعات بتاعت المحاور الدولية الأساسية. ما يجري مثلا في سوريا، ما يجري في ليبيا كأمثلة،
هو صراع بين الدول ما بتاعت الشعب السوري. دي صراعات الدول الكبرى. الصراع بتاع موجود في المناطق دي ما حاسس فيه. يعني واضح جدا الصراع هنا عندنا. نحن برضو خاشين في دوامة بتاعت الصراع المحور بتاع العربي. نحن مع السعودية والأمارات وشاركين في حرب اليمن. وده برضو حاجة ما سليمة. نحن اليمنيين ما عندنا عداء معاهم. ما في يماني جي السودان حاربنا ولا لين في نحارب اليمنيين. نحن ما جزء من هذا الصراع. فلابد من أن السياسة الخارجية بتاعتنا تنمو عن المحاور دي وأن تكون مبنية على المصلحة المتبادلة بينه وبين الدول الأخرى. تمام. نحن عندنا علاقات برضو يعني ما متوازنة بالنتيجة للاتفاقات الغير سليمة العقدت وما في مصلحة الشعب السوداني. نذكر منها الاتفاقات بتاعت الاستثمارات حول الأراضي. لو مشيت قريب ده بس امشي نهر النيل ولاية نهر النيل هتلقى كمية من المشاريع الزراعية الضخمة جدا للراجح ومش عارف مين مستثمرين من الأمارات ومن الدول العربية. الإنتاج بتاعه ما بخش السوق ولا بصل ما بتخش السوق في السودان. يشال الإنتاج ويصدر برا ويباع برا والعائد ما بخش عن طريق بنك السودان. فده هم حقيقة كأن الأرض دي موجودة في الأمارات أو موجودة في السعودية ما موجودة في السودان. ليوم الليلة لم تنشر هذه الاتفاقات وشروطها. يمكن الناس في وزارة الخارجية عارفين لكن الشعب السوداني ما عارف. لم تنشر هذه الاتفاقات. آخر اتفاق العقد مع السعودية 1,000,000 فدان في سيتيت ده و99 سنة. دي أنا ما بعرف أخواننا الدبلوماسيين بعدين بيورون الحلول لأنه دي اتفاقيات لابد من مراجعتها. مراجعتها محتمل يكون فيها حاجات قانونية أنا ما بعرفها. يمكن سعادة السفير يكون فاهم الموضوع ده أحسن مني والقانونيين يكونوا فاهمينه أحسن. لكن دي اتفاقيات ما في مصلحة الشعب السوداني ولا بد من إعادة النظر فيها. الأراضي دي حوالي تقريبا 10,000,000 فدان الاستثمار الأجنبي. وفي استثمارات وعقودات لما في باطن الأرض مع الصين مع الروس مع كده في للبترول للذهب للعصر مينرالز. فدي كلها اتفاقيات لم تعلن ما مكشوفة للشعب السوداني ما عارفينها ولا بد من مراجعتها. وده دور يلقي دور كبير جدا على وزارة المالية ووزارة الخارجية لمراجعة هذه الاتفاقات ولا بد من أن نراجع عشان تكون في مصلحة الشعب السوداني. طيب سعد سفير هل لديك تعقيب على ما قاله في خصوص تحديدا فيما يخص الاتفاقات السابقة التي كانت تعتبر أنها اتفاقات معطوبة يعني؟ أكيد لم تقل على أنا أساس أوافق كثير مما قاله أستاذي وعمنا صديق يوسف في 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 فيما يتعلق بتعليقه على موضوع الاتفاقات. للأمانة في الانفتاح والنظم الديمقراطية دائما ما تكون الأمور يعني فيها شفافية ووضوح وتتسم يعني بإمكان الصحفي أو الإعلامي أو حتى أي مواطن سوداني بإمكانه يصل إلى المعلومة وينظر ما في هذا في العقد الفلاني المتعلق بالشركة الفلانية أو المؤسسة الفلانية. في النظم غير الديمقراطية يعني كما ذكر في معاناة كبيرة جدا جدا في الوصول إلى المعلومة لأنه مثل هذه النظم المعلومة فيها غير متاحة للرأي العام ولا للمواطن وغير متاحة إلا ممكن تكون لصانع القرار أو حتى لدائرة ضيقة جدا من الناس لصانع القرار. فتأتي مثل هذه الاتفاقيات المعتمة اتفاقيات ممكن تكون مشوهة اتفاقيات ممكن تكون ما عندها علاقة وصلة بالشعب السوداني. لكن في طبيعة الأمر في الإطار الكلي لعلاقاتنا مع هذه الدول نحن ننظر بإيجابية وبقدم مشرق مع هذه الدول. نحن نستفيد بكل تأكيد من علاقتنا مع السعودية علاقة إيجابية وننظر إلى أن السعودية تساعد السودان في الانتقال السلمي الديمقراطي مساعدة هذه الحكومة إخراج الشعب السوداني من هذه الأزمات. كذلك الإمارات كل الدول أفريقيا العالم العربي آسيا أوروبا أمريكا كل هذا العالم نحن ننظر إلى نستفيد منه
نستخلص أكبر كمية من الفوائد الممكنة التي تتيح لهذا الشعب أنه يعبر من هذه الأزمات المتلاحقة كما ذكرت سابقا بسرعة. ما عدا يمكن أن نراجع هذه الاتفاقيات، أي اتفاقية مشوهة غير لا تصب في مصلحة الشعب السوداني على الحكومة الحالية وعلى النظام الحالي أن يراجعها وندقق فيها وأن نعيدها إذا كانت هذه الاتفاقية غير صائبة أن يعيدها إلى منطقة الصواب. نحن يعني أنا أؤكد أنه أي مواطن سوداني حريص جدا على مصلحة هذه البلاد، لا يمكن أنه يعني نوقع اتفاقية مع منظمة أو شركة تستفيد من البلاد دون أن يستفيد منها الشعب السوداني ودون أن تستفيد منها البلاد. كيف يتسنى ذلك؟ هل واحد عايز يضيف؟ لا تفضل. يعني ما يفهم أنه لما النقد اللي بنقدمه نحن للاتفاقيات السابقه انه نحن ضد الاستثمار. ما ممكن تعيش بمعزل عن العالم وان احنا حنستفيد من الاستثمار الخارجي، لكن لابد من انه يكون مبني على مصلحه المصلحه المتبادله نحن القسم. يعني من اميز الاتفاقات ممكن عملها الانجليز بتاعت مشروع الجزيره. مشروع الجزيره الاتفاق بتاعه 25 اول شيء فتره وقت محدوده جدا، قام مشروع الجزيرة من 25 ل 25 سنة. الشركة الإنجليزية هي ساهمت في بناء خزان سنار، عملت المشروع، وكان من أميز الحاجات فيه أنه في 2% من الدخل السنوي مال الخدمات اللي بنوه كل المدارس وكل المراكز الصحية في الجزيرة مبنية من ده، وده جزء من الأرباح بتاعت الشركة البريطانية. فكان فعلا اتفاق مجزي كان للمزارع السوداني. ونحن عايزين ده النوع من الاتفاقات من النوع بتاع الاستثمار اللي بيفيد المستثمر ويفيد الشعب السوداني. بيفيد الشعب السوداني. جميل. طيب وضحت هذا. بالتاكيد يعني في نقطة ذكرها الأستاذ صديق إن هي إزالة التشوهات، في تشوهات في هذه الاتفاقيات، يمكن أن نزيل هذه التشوهات ويمكن أن تراجع هذه الاتفاقيات. ويعني على سبيل المثال نشوف كم عامل سوداني موجود في المشروع الفلاني مثلا، على سبيل المثال كم عامل سوداني مافي. انا لا يمكن على سبيل المثال لا يمكن ان ارضى قط بانه مثلا يجيب لي عامل بتاع حراثه او عامل بتاع زراعه او عامل لحاجات بسيطه من باكستان او عامل من الهند او عامل من الفلبين. على سبيل في تفاصيل متعلقه بهذه العقود يجب علينا ان نؤكد على انه العامل السوداني يكون هو المركزية في هذه المشاريع. السبب في المسألة دي وتطوير مهارة العامل السوداني والارتقاء بدوره بالارتقاء بوضعه الاقتصادي وبوضع الأسرة كذلك. هذا يساعد للأمانة في النماء وازدهار أسرة متكاملة، كما تعلم أنه نحن عندنا الأسرة الممتدة. بالتالي حقه في كل مشروع جاء في السودان أو هو موجود قديم نحن نراجع مسألة العمل فيه. نأكد على هذه النقطة. أضيف لي ده أنه وزارة العمل في قانون العمل أنه لو أنت عندك شركة عايز تجيب عمالة أجنبية، الشرط الأساسي أنك إذا جبت زور خبير تديه فترة معينة يدرب سوداني لفترة معينة. وكان الاستخراج في مكتب خاص في وزارة العمل لاستخدام الأجنبي، وهو مربوط بالمهارات أنه ما موجودة في السودان. انت صاحب شركه ولا بتعرف تقول والله عايز يجيب لي مهندس لانه الخبره دي ما موجوده في السودان، حتى يسمح لك تقنع وزاره العمل عشان يدوك بيرميت تجيب موظف من برا، والشرط الاساسي يدرب سوداني في فتره معينه. ده كان القانون بتاع حكومه السودان لغايه ما جاءت القوانين بعد 89 المشوهه، فتحت الموضوع ده حتى الكناسين في الشارع. ما ممكن اجيب لي زول عشان يكنس الشارع يجيبه من باكستان ولا من ماليزيا ولا من وين ما معه. طيب انا اشكرك جزيل الشكر سعادة السفير دكتور محمد الضيع علي ابراهيم الوزير المفوض ومدير اداره الاتحاد الافريقي بوزاره الخارجيه، كنت معي في هذا الجزء الاول من حلقه اليوم من اداره الحدث. شكرا على حضورك وعلى كل هذه الافادات، شكرا جزيلا. قبل ان اغادر ارجو ان اشكر السفراء والدبلوماسيين فردا في وزاره الخارجيه، ووكيل الوزاره السيد السفير عمر الدهب، والوكيل المساعد الاستاذه السفيرة السيدة إلهام إبراهيم أحمد شانتير، وبحثتنا في أديس أبابا وعلى رأسها السيد السفير أنس الطيب الجيلاني، وكل الإدارات في وزارة الخارجية وبحثتنا في الخارج، لأن هذه الإدارات وهذه البعثات ساهمت بغدر كبير كل
كل في مجاله وكل في بعثته ساهمت في رفع وإعادة السودان إلى الأسرة الأفريقية. نحن نقوم بدور متكامل في وزارة الخارجية، لا هو دور الفريق الواحد. وبالتالي أرجو أن أوجه شكري لكل الدبلوماسيين السفراء والبعثات الدبلوماسية ولسفارتنا في أديس أبابا، وأرجو أن أوجه شكري وتقديري لك الأستاذ راشد ولقناة سودانية 24 والأستاذ وعمنا صديق يوسف السياسي المخضرم، وأرجو أن تشهد بلادنا خيرا وسلاما وبركة وحرية سلام وعدالة والثورة خير الشعب. شكرا جزيلا لك سعادة السفير. مشاهدين الكرام، إذن هذا كان هذا هو الجزء الأول، خصصناه لنقاش بعض الملفات الدبلوماسية. تواصل النقاش مع الباشمهندس الصديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بعد الفاصل في ملفات سياسية أخرى.